الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. أيها الفضلاء،
من أراد أن يضحي فإن وقت الأضحية مستمر إلى آخر أيام التشريع، وحتى من لم ينم أن يضحي فله أن يبدأ نيته من الآن ويضحي قبل نهاية يوم الرابع من العيد، حتى لو حلق أو قلم أظافره. عباد الله، إن أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم ولدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعم. فعلى المسلم أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل الخير، ولا يضيعها باللهو واللعب الذي لا يرضاه الخالق. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وجنبنا الإثم ما ظهر منها وما بطن. اللهم سهل على حجاج بيتك الحرام حجهم، واجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. ووفق ولاة الأمر جزاهم الله خيرا لخدمتهم على أحسن وجه، وارجعهم إلى بلادهم سالمين ظالمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وصل المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واستعمل علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على